متجر طلاء توم. مرحبا شارلوت. شارلوت، شارلوت، عن ماذا تبحثين؟ تريدين أن تصبحي جميلة مثلهن؟ شارلوت مستاءة لأنها تريد أن تبدو جميلة مثل بيكل وسوزي وكيتي. شارلوت، توم يقول أنه يمكنه تحويلك إلى أميرة جميلة، هل تريدين ذلك؟ إذن اتبعي توم إلى متجر الطلاء من فضلك. يبدو أنك مستعدة لبدء عملية طلائك، لكن أين توم؟ إنه يحضر طلاءً وردياً؟ هذا لون مناسب لأميرة. لما هذا اللون توم؟ إذن ستحتاج فرشاة طلاء أيضاً لطلاء هذا اللون اللامع. توم يريد أن يجعل لونك لامعاً شارلوت. توم يقول أنه بإمكانك خلع نظاراتك الواقية الآن. لا، إنه لم ينتهي بعد، فقط يريد أن يضع لك بعض الكحل. أغمضي عينيك. واو، الكحل جعلك مختلفة جداً. هل لديك إكسسوارات أخرى لشارلوت؟ رموش اصطناعية، مذهل. يجب أن تغمضي عينيك مجدداً. لحظة من فضلك شارلوت. حسناً، افتحي عينيك جيداً الآن. سنرى الآن ماذا يخبئ لك توم في صندوق مجوهراته. ما هو شارلوت؟ غطاء ماسي لمحاور العجلات؟ واو، يبدو وكأنك ترتدين أقراطاً. أوه، توم لديه قطعة مجوهرات أخرى لك لكي ترتديها. جميلة مثل الأميرة تماماً شارلوت. جميع السيارات الأخرى ستحسدك الآن. لقد قمت بعمل رائع توم. استمتعي بما تبقى من يومك شارلوت. سيارات الدورية. مرحبا أصدقائي، إنه يوم رائع للتنزه على الشاطئ.
واو، بوبي مذهل. هاي هكتور هنا. مرحبا هكتور، هل حضرت لمشاهدة العرض؟ أوه، يبدو أنه سيقفز مجددا. انظروا، إنه يفعلها. أوه، لقد علق بوبي. لا تقلق بوبي، سنخرجك من هنا. فكرة جيدة، يفضل أن تذهب وتحضر سيارات الدورية الأخرى لمساعدة بوبي. أسرع هكتور. مرحبا يا رفاق، لقد تعرض بوبي لحادث، إنه عالق بالقرب من الشاطئ. هل يمكنكم المساعدة؟ حسنا، هيا بنا. لا تقلقوا، سيارات الدورية ستحل المشكلة فورا وتنقذ بوبي. خرطوم مياهك قوي جداً فرانك، ربما يمكنه حل المشكلة بمفرده. أوه عزيزي، كانت محاولة جيدة، لكن بوبي ما زال عالقاً، ماذا سنفعل الآن؟ فكرة رائعة، لو تخلصنا من أحد هذه الصخور سيمكننا إخراج بوبي. هكتور، هل يمكنك استعمال صنارتك لذلك؟ يبدو هذا صعباً. لا تقلق هكتور، لقد اقتربت منها. حاول مجدداً. ممتاز، لقد التقطتها. الآن اسحب بكل قوتك. لقد نجحت هكتور، إن الصخرة تتحرك. أوه، مات يقوم بمساعدتك في ذلك. لا تقلق بوبي، ستخرج من هنا حالاً. حسناً، الآن بمساعدة فرانك يمكنكم سحب الصخرة بعيداً. هل أنت مستعد فرانك؟ إنك تفعلها. ووو، مذهل. أحسنتم عملا سيارات الدورية، لقد أنقذتمونا اليوم. وداعا جميعا، نراكم لاحقا. القطار تروي. مرحبا تروي، تمرح وتلعب؟ هاي تروي، ما هذا المكان؟ هل لديك فكرة؟ حسنا، ربما علينا الذهاب هناك وأخذ فكرة.
يبدو أن هناك جسراً، ولكن لم يكتمل بناؤه. ولكن كيف يمكننا الذهاب إلى الناحية الأخرى تروي؟ تريد أن تنهي بناء الجسر وتركب القضبان عليه؟ فكرة رائعة تروي! كيف يمكننا فعل ذلك؟ مرحباً تيدي، كيف حالك اليوم؟ تيدي، تروي يريد أن يبني الجسر ليتمكن من عبور النهر. هل لديك فكرة تساعده على ذلك؟ مذهل! واو تيدي، هذا التحول مذهل. لقد جعلت تروي يتحول إلى قطار بناء. هل كل شيء على ما يرام الآن؟ ممتاز، إذن لنذهب الآن تروي. لنبدأ العمل تروي. في البداية نحتاج أن نزيل حاجز الأمان، ثم نقوم بتثبيت أساسات الجسر. ممتاز تروي، دعنا نقوم بوضع الدعامات. انظر تروي، لقد أوشكنا على الانتهاء. لنقم بوضع وتثبيت القضبان. حسناً، أنت محق تروي. نحتاج أن نقوم بتحصين الجسر أولاً، وإلا سيصبح عبوره خطراً. ممتاز، الآن يمكننا تثبيت القضبان. مذهل تروي، قم بتثبيت القضبان بالدعامات.
مذهل تروي، لقد قمت ببناء الجسر. انظر، إنها المدينة التي ترغب بزيارتها. مدينة القطارات. وداعاً تروي، نراك في المرة القادمة. ووداعاً تيدي، شكراً لمساعدتك لنا. الشاحنة الخارقة. مرحباً بني، إنه يوم رائع للطيران. انظري، إنه هكتور. بني تريد أن تريك شيئاً تتدرب عليه. ما هو؟ هل يمكننا أن نراه؟ ماذا هناك؟ احترسي من ذلك المبنى. لا تقلقي، سنذهب للبحث عن الشاحنة الخارقة، سيقوم بإنقاذك. هل نضغط على الزر ونستدعي الشاحنة الخارقة؟ بني في مشكلة، هل يمكنك مساعدتها؟ عالقة على سطح المبنى، يجب أن تتسلق إلى الأعلى وتساعدها في النزول إلى الأسفل. هذه؟ لا؟ حسناً، لنكمل للأمام. هل هذا هو التحول الذي ترغب فيه؟ ألاحظ ذلك، تريد أن تتحول إلى شاحنة متسلقة. هل أنت جاهز كارل؟ أقصد الشاحنة الخارقة؟ هيا بنا. واو، إنه تحول مذهل. انظر هكتور، ها هي الشاحنة الخارقة. لا تقلقي بني، الشاحنة الخارقة سيقوم بإنزالك من هنا. احترس كارل، لا تسرع كثيرا. أحسنت عملاً! الآن لنأخذ بني وننزلها إلى الأسفل.
أحسنت عملاً شاحنتنا الخارقة. نراك في المرة القادمة. بني، هل يمكنك الطيران بحرص أكثر في المرة القادمة؟ ممتاز، نراك لاحقاً. متجر طلاء توم. مرحبا توم، يبدو أنك جاهز لتحويل عميل لديك باستعمال مهارات التلوين المذهلة. هل نستطيع أن نرى من هو؟ أوه، إنه الصغير فرانك والصغير مات. ما الشخصية التي ستتحول إليها صغير فرانك؟ جميل، بوباترول مارشال، إنه رجل إطفاء تماماً مثل والدك. وماذا عنك صغيري مات؟ تشيس من بوباترول؟ هذا يبدو مناسباً، الصغير فرانك سيتحول إلى رجل إطفاء وأنت ستتحول إلى ضابط شرطة. ممتاز، توم سيبدأ عمله الآن. الخطوة الأولى هي حماية عينيك. فكرة جيدة توم، ابدأ في المناطق التي تحتاج لوناً أبيض. لون رمادي غامق، لما ستستعمل هذا اللون؟ لعمل البقع الغامقة بالتأكيد. تفكير جيد توم. أذنين وذيل. مذهل، صغير فرانك، تبدو تماماً مثل بوباترول مارشال الحقيقي الآن. أحسنت عملاً توم. حان دورك صغيري مات. هل أنت جاهز للتحول؟ سنبدأ باللون البني. لكن في البداية يجب أن نحمي عينيك. فكرة رائعة، سروال البوباترول. مدهش، مات يبدو مثل الكلب تماما الآن. جميل جدا، أليس كذلك صغير فرانك؟
لقد تحولت صغيري مات. أنت الآن بو باترول تشيس وجاهز للانطلاق. يبدوان تماماً مثل تشيس ومارشال. بهذه السرعة سيصلان سريعاً. شكراً توم، نراكم في المرة القادمة. سيارات الدورية. صباح الخير مات، كيف حالك اليوم؟ إنه يوم ميلادك، لابد أن يكون هذا اليوم رائعاً. هل أنت ذاهب في دورية؟ ربما تحتاج إصلاح هذا المصباح أولاً. يبدو أنه مكسور منذ وقت، أليس كذلك؟ فرانك لديه مصباح احتياطي يمكنك استعماله الآن. لقد وصلنا محطة الإطفاء. أوه، انظر، إنه فرانك. أوه عزيزي، فرانك لا يمكنه أن يعيرك مصباحه لأنه قد أضاعه ومصباحه الاحتياطي مكسور. ما هذه الصدف؟ هي مات، ربما أمبر سيارة الإسعاف لديها مصباح احتياطي، أو ربما تعيرك مصباحها. أوه جميل، فرانك يود مرافقتك. ممتاز، ها هي أمبر ولديها مصباح، وها هما مات وفرانك قد وصلا. ولكن لماذا يبدو فرانك قلقان؟ مصباح مات مكسور ويحتاج واحدا من أجل الدورية. هل تعيريه خاصتك لأن عيد ميلاده اليوم أمبر؟ واو، أمبر مسرعة وبالتأكيد لديها حالة طوارئ وتحتاج مصباحها. ما رأيكم أن نزور توم؟ أنا متأكدة أن لديه مصباحاً احتياطياً في مكان ما في المرآب. فرانك على حق، يجب أن يذهب كل منكما في طريق للبحث عن مصباح احتياطي وتلتقيان عند محطة الشرطة في الظهيرة. هي توم، مات يحتاج مصباحا جديدا. هل لديك مصباح إضافي؟ ماذا؟ ليس لديك أي مصابيح احتياطية؟ هذا غريب، إنه على عجلة من أمره مثل كل من في مدينة السيارات. أوه أنت حزين مات، لكن لا تقلق، ما زال هناك بعض الوقت قبل مقابلة فرانك. دعنا نقوم بأخذ جولة حول المدينة، ربما وجدنا مصباحا احتياطيا عند أحدهم. انظر مات، الساعة تشير إلى الظهيرة، يجب عليك العودة إلى محطة الشرطة لمقابلة فرانك، ربما كان لديه أخبار جيدة. غريب، فرانك ليس هنا أيضاً، أين ذهب الجميع اليوم؟ أوه، إنها حفلة مفاجأة لعيد ميلادك، ولهذا كان جميعهم مستعجلين. انظر إلى جميع هذه المصابيح، فقط أنت صاحب عيد الميلاد من لا يملك مصباحاً. انتظر، يبدو وكأن رفاقك قد حضروا لك شيئاً مات. هدية، ماذا يمكن أن تكون؟ إنها مصباح جديد. مات سعيد جداً بمصباحه الجديد. يستطيع الجميع الاستمتاع بالحفلة. عيد ميلاد سعيد مات. سيارات الدورية.
مرحبا جيري. تتمتع بقيلولة قبل السباق؟ جيد، ولكن ألا يجب أن تذهب الآن؟ ما المشكلة جيري؟ يا إلهي جيري، أحدهم سرق إطاراتك. مرحبا شارلوت، جيد أنك مستيقظة. يبدو أن جيري لديه مشكلة ولا يمكنه التحرك. حسنا يا رفاق، حافظوا على هدوئكم. شارلوت، ستذهبين الآن إلى محطة الشرطة وتبلغي مات وفرانك وهكتور بما حدث. جيري، ابقى هنا من فضلك حتى نحضر سيارات الدورية. مات، فرانك، هكتور، هناك حالة طوارئ. إطارات جيري قد سرقت ولا يمكنه أن يتحرك. وجيري لديه سباق في نهاية اليوم، يجب أن نجد إطاراته. أرجوكم ساعدونا. لنذهب الآن أصدقائي. جيري، إنهم قادمون، لا تقلق، سيارات الدورية ستقوم بمساعدتك. أصدقائي، هكتور يقول أنه سيقوم بنقل جيري إلى مرآب توم بينما أنتم تقومون بالبحث عن الإطارات، وبمجرد إيجادهم يقوم توم بتثبيتهم في مكانهم. ممتاز! جاهزون للانطلاق جميعاً؟ حسناً! هيا هكتور! لا تقلق جيري، مات وفرانك متميزون جداً وسيجدون إطاراتك فوراً. يبدو أنه في هذا الاتجاه، لنلحق به. ماذا هناك مات؟ ماذا هناك فرانك؟ دقيقة من فضلكم، هذه السيارة لديها إطارات كثيرة. هل اللص مختبئ في تلك الشجيرة مات؟ ماذا ستفعلون؟ ألاحظ ذلك، يبدو أن هذه الشجيرة عطشة جداً، أليس كذلك؟ لما لا نرويها فرانك؟ توقف تايلر، لا يمكنك أن تهرب، مات وفرانك قاما بالإمساك بك. قم بإرجاع الإطارات لنا تايلر. جيري يحتاجهم. ها هو هكتور، لقد حضر في الوقت المناسب ليساعدنا في إرجاع الإطارات لجيري. أنت محق مات. بينما سيقوم هكتور وفرانك بإرجاع الإطارات إلى جيري، ستقوم بإحضار تايلر إلى محطة الشرطة. وداعاً أصدقائي. والآن هكتور، يمكنك أخذ الإطارات وإرجاعهم إلى جيري.
هي الإطارات جيري. كل ما بقي علينا الآن هو تمنياتنا لك بحظ موفق في السباق جيري. شكراً لمساعدتك لنا توم. شكراً جزيلاً فرانك وهكتور، ورجاءً أشكرا مات بالنيابة عنا. وداعاً أصدقائي. فريق البناء. يا له من منظر مبهج! مدينة السيارات مضيئة بالكامل وجاهزة لاستقبال عيد الميلاد. فريق البناء مستمتعون أيضاً بذلك. مرحباً أصدقائي، هل أنتم متحمسون لعيد الميلاد؟ صحيح شارلي، لقد تحرك هذا الغصن للتو. هل من جني هنا يقوم بتغليف الهدايا في مدينة السيارات؟ انتظروا! سوزي؟ هل هذه أنت؟ يبدو أن لديك الكثير لتفعليه قبل يوم عيد الميلاد. سوزي، شارلي يقول أنه بإمكان فريق البناء مساعدتك، هل تودين ذلك؟ واو، إنهم ذاهبون لبناء آلة لف الهدايا. جاهزون للبناء يا رفاق؟ لقد انتهينا من قاعدة الآلة. هل يمكنك تثبيت الحزام الناقل شارلي؟ لا، يبدو أن الحزام الناقل ثقيل على شارلي. شارلي توقف، هذا ليس الحزام الناقل أصلاً، إنه أحد عجلات إدغار الجرارة. نتمنى أن ننجز الخطوة القادمة بسرعة. عمل جماعي رائع أصدقائي، آلة تغليف الهدايا ستكون جاهزة فوراً. ممتاز! الآن لنقم بوصل هذه المكعبات بالأنابيب. هذا مكانه تقريباً إيثان. إلى اليسار قليلاً، إلى اليمين قليلاً. ممتاز! يبدو أنه ينقصنا شيء، أليس كذلك؟ إدغار، لقد وجدت ما نحتاجه فعلاً. حان وقت اختبار آلة تغليف الهدايا. يبدو أن هذه الهدية ليس عليها عقدة. حسناً، أعتقد أننا وجدناها إيثان.
حسناً إدغار، لقد انتهت مهمتك. هذا مذهل، كان هذا سيأخذ من سوزي وقتاً طويلاً لإنجازه. بالمناسبة، يفضل أن نقوم بإرجاع الهدايا لسوزي فوراً، لقد تم تغليفهم بالكامل. محقة، شكراً لكما إيثان وإدغار. سانتا سيقوم بجمع الهدايا وتوزيعهم على الصغار وربما على بعض الكبار أيضاً. القطار تروي. صباح الخير تروي، إنك تمرح اليوم. يبدو أن هناك بعض الصخور تغلق النفق، وتايسون لا يستطيع الصعود منه إلى الجبل. إلى أين كنت متجهاً تايسون؟ كان يحاول تزويد بيلي ببعض الوقود لأنه الوحيد الذي يمكنه إزاحة الصخور وفتح النفق من الجانب الآخر، لكنه يحتاج بعض الوقود. محق تروي، نحتاج مركبة لتزويد بيلي ببعض الوقود على الجانب الآخر بسرعة. لنذهب إلى المخزن في مدينة السيارات ونجد مركبة تساعدنا في ذلك. لا تقلقا تايسون وبيلي، نحن ذاهبون لطلب المساعدة. حسناً، هيا لنقابل صديقنا الجديد. أي مركبة يمكنها تزويد بيلي بالوقود على الجانب الآخر من الجبل؟ سيارة الشرطة؟ سيارة السباق؟ الطائرة؟ فكرة جيدة! الطائرة يمكنها تزويد بيلي بالوقود على الجانب الآخر من الجبل وبسرعة. حسناً، الصندوق في طريقه إلي. لنعود الآن إلى مدينة السيارات ونقوم بتجميع قطع الطائرة. لنقم بتجميع صديقنا الجديد. دعنا نقم بإنزال القطع أولاً. واو، إنها تتشكل الآن. مرحباً يا طائرتنا الجديدة، أهلاً بك في مدينة السيارات. ما اسمك؟ بيني؟ يسعدنا مقابلتك بيني. تروي، بيني يمكنها الطيران. بيني، لدينا مهمة لك. هذا صديقنا تايسون، يريد أن يزود بيلي بالوقود على الجانب الآخر من الجبل. هل يمكنك الطيران والذهاب إلى بيلي الجرافة؟ تايسون، بيني تريد أن تعطيها وعاء الوقود لتأخذه إلى الجانب الآخر.
نتمنى لك طيرانا سعيدا بني. واو، هذا مذهل، انظروا إليها إنها تطير. بني، هل يمكنك تسليم وعاء الوقود لبيلي؟ أحسنت صنعاً، إنك في الطريق إليه بني، كنا متأكدين أنه يمكنك فعلها. لقد قام بيلي بفتح النفق، برافو بيلي. وداعاً أصدقائي، نراكم في المرة القادمة. القطار تروي. مرحباً تروي، إنك تمرح؟ احترس. هاي تروي، الطريق مليء بالمطبات هنا. أنت محق، نحتاج أن نتجه إلى مدينة السيارات ونطلب مساعدة أحد الأصدقاء في تسوية الطريق. حسناً، لنذهب للعمل. انظر إلى هذه الصناديق تروي، كل واحد منهم يحتوي على عربة مختلفة. أيهما سيساعدنا في تسوية الطريق تروي؟ أوه، تعتقد أن المدحلة البخارية يمكنها فعل ذلك؟ هيا لنأخذه إلى طريق المطبات ونفحص إمكانية ذلك. حسناً تروي، ها هو. عظيم تروي، هيا لننطلق. دعنا نقوم بإنزال القطع أولاً. هل هناك شيء مفقود تروي؟ بالتأكيد، نحتاج الأسطوانة. واو، لقد انتهينا تقريباً. مرحباً أيتها المدحلة البخارية، سعيدون برؤيتك. ما اسمك؟ ستيف، أهلاً بك في مدينة السيارات ستيف. تروي، وظيفة ستيف هي تمهيد الأسطح عن طريق أسطوانته الثقيلة. هل تعتقد أنه يمكنك مساعدتنا في حل المشكلة ستيف؟ استعمل أسطوانتك لدحرجتها على المطبات. هذا كل ما في الأمر ستيف.
حسناً ستيف، أنت على وشك الانتهاء. لا تنسى هذا المطب. أوه ستيف، الجرافة بيلي يحتاج مساعدتك في تسوية جزء آخر من الطريق. لنذهب إليه. أوه واو، ما كل هذه الفوضى؟ هل تستطيع المساعدة ستيف؟ واو شكراً جزيلاً ستيف، الطريق الآن أفضل بكثير. وداعاً ستيف، نراك لاحقاً. وداعاً تروي، نراك في المرة القادمة. توم شاحنة الجر. خفف سرعتك مات. الإشارة حمراء، قم بتشغيل مصباحك الدواري من فضلك. ماذا هناك؟ هل مصباحك مكسور؟ احترس، إنها ليلي، فرمل من فضلك. أوه لا، ما هذه الفوضى؟ مات ليلي، هل أنتما بخير؟ سأذهب لإحضار توم شاحنة الجر لمساعدتك مات. ليلي، اعتني بمات من فضلك. مرحبا توم، مات سيارة الشرطة يحتاج مساعدتك، هل يمكنك القدوم فوراً؟ إنه عند التقاطع. استمر توم، لقد اقتربنا. لنستعد الآن لجر مات إلى المرآب. لقد وصلنا. لا تقلقي ليلي، لن نتأخر. لقد ثنيت مرآة مات الجانبية وتغير شكلها. هل لديك مرآة احتياطية توم؟ هي. ممتاز، ماذا سنفعل الآن؟ ألاحظ ذلك، هل يمكننا طلاء هذه الخدوش؟ أي لون سنستعمل؟ الأبيض؟ حسناً، ما رأيك بالأسود؟ ممتاز، هل نحتاج فرشاة طلاء أيضاً؟ رائع،
لنقم بطلاء الجانب الأسود الآن. هذا يبدو مذهلاً. هل من شيء آخر يمكننا فعله لمات؟ ممتاز. ما هو؟ صفارة إنذار جديدة؟ فكرة مدهشة. هل أنت مسرور مات؟ تبدو أفضل بكثير الآن. انظروا، إنها ليلي. مرحباً ليلي، لقد قام توم بإصلاح مات وهو بخير الآن. مات، أخبار جيدة. ليلي تعرف طريقاً مختصرة لتمسك به بسرعة. هيا بنا، حان وقت إيقاف تلك السيارة المسرعة. وداعاً توم، شكراً لمساعدتك لنا.